قالون فين يا فرح؟ عيني ما غفلتش من عليه. يعني طلع من الباب ولا كسر الحيط؟ لا، بس لما نزل يلعب كنت طلع عليه من فوق. من فوق كده برضه يا فرحة؟ صعب عليا والله، قاعد يبكي. صعب عليكي ولا هان عليكي؟ عمر مهم وانت عارف. لا هان ليكي مدة مش طايقاه، بس إلا مهران يا فرحة. انت عارف انه اغلى واحد عندي. والله عيني ما غفلت من عليه، رحت المطبخ ورجعت. مش قلت لك ما ينزلوش؟ حصل؟ حصل. تروح لزينب دلوقت. اللي ما يسمعش كلامي يروح لامه. خدر يمكن هيلعب في حته. اشمعنى اختارت مهران؟ الدور ده قصدان يا احمد. يعني هتكون راحت فين؟ البلد صغيره وهي هتعرج زي ما زهره قالت، يعني مش هتروح بعيد. العمر مش هيستنى مسافات يا احمد، ولا هي هتستنى على الواد. والله لو طلعت به السما لاجيبها. مناع مناع، تلم رجاله وتلف البلد ركن ركن وبيت بيت، تسألوا عن مرة عتعرج وما تسيبوش مطرح، ما تخشوهوش وما تسألوش فيه. حاضر. أنا شفتها يا أحمد. فين؟ بره، وإيدي لمست إيدها، ولما خرجت تاني اختفت. بدرة ما تجد احمد؟ انت مين؟ ايه اللي غيرك؟ انا مهران والدة تقوى بنت الحاج محمد ابو جاب. كنت هتخنق. وقعت انت في جرحتي مش هو. ليه؟ هو مين؟ لحماوتك لما وصلت الهوش. انت حطيتيني في شوال وكتمت نفسي، ليه؟ هتلعبيني؟ لا، حماوتك وطلع روحك. تموتيني ليه؟ ده انت حتى طيبة وعيانة. عيانة كيه؟ عيانة معتارجي سلامتك. جايب القلب ده من فين؟ حتى جدك
ابو حجر. جد ما فيش احسن مني. مالك مالك؟ اسم الله عليك. هيقولوا جدك روحوا فيك صح، هيحبني قوي. كويس، يعني ما تموت يزعل، ما تطلع روحك. ابوك طلعت روحه هو. موتيني ده كان يزعل قوي، وانت هتموتيني ليه؟ عشان اكوي. عمل لك ايه؟ تكوي ليه؟ عمل كثير يا ولدي، عمل كثير. باسم فين؟ مين اللي خده عندكم؟ بنتك زهرة. خلاص خايف عليه، يديني بس. وانت ايه اللي مقعدك هنا؟ غرقد هناك، هربطك. ليه؟ هنلعب سوا. ماشي. اهو قلبي ده اللي بيغرك واللي سرجو النيل، ولا عارفه اجيبه بايدي ولا بحبل طويل. اهو قلبي ده اللي بيغرك واللي سرجو النيل، ولا عارفة اجيبه بايدي ولا بحبل طويل. يا ناس بقول اه وايه تعمل لي جول الثقاه، مهران معجولة قلب اتمزع الدوا بالمواويل. لعبتيني نشوف موتك واحصره عليك يخليك واخد بالك باسم، واحرق قلب احمد وامه عليه.